قد يمنع الله عنك سوء الأقدار على هيئة عطل في سيارتك، تأخر في استيقاظك من نومك، مرض في جسمك، ضيف مفاجئ يمنعك من الخروج، رفض الزواج، عدم القبول في وظيفة، تأخر في الإنجاب وغيرها والكثير. تذكر فقط، لو فتح الله لنا الغيب لسجدنا شكرا على أمور حجبها الله عنا، فالحمد لله دائما وأبدا. النصيحة الأخيرة: إياك وثم إياك، وأن تخاف من شيء قبل حدوثه لا تتخيل، وأصرف فكرك وخوفك عن الغيبيات، فهي في علم الله. واعلم أن البلاء إذا نزل على العبد ينزل معه اللطف، فإذا تصورت البلاء قبل أن يقع فقد استقبلت البلاء بدون لطف وأهلكت روحك. واجب عليك أن تتيقن أن لك ربا قيوم لا ينام، فاطمئن به وتوكل عليه، واستبشر وتفاءل بالخير. دمتم برعاية الله.